السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة حل المحافظات اللي بدأناها لسنة اولى اعدادي الترم الاول علوم، ويلا بينا كده. وصلنا لمحافظة الاقصر، يلا نبدأ بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاولاني، اكمل العبارات الاتية. رقم واحد، من المواد الصلبة اللينة في درجة الحرارة العادية؟ هو قال لي صلبة لينة يبقى على طول ده المطاط، بينما نقط من المواد التي لا تلين بالتسخين ما بتلينش مهما سخنت فيها، هنقوله الفحم والكبريت. طيب عندي بعد كده رقم اتنين، تتركب المادة من وحدات صغيرة تسمى نقط، هنقول له الجزيئات، بينما تتركب هذه الوحدات من وحدات أصغر تسمى الذرات. عندي بعد كده رقم تلاتة، عند أكثر ارتفاع تكون طاقة الوضع مساوية للطاقة نقط، عند أكثر ارتفاع بتكون طاقة الوضع بتساوي الطاقة الميكانيكية، وتكون طاقة نقط بتساوي صفر، هنقول له طاقة الحركة. عندي بعد كده رقم أربعة، يجي يقول لي الفك العلوي في نقط به زوجان من القواطع الحادة، الفك العلوي في الأرنب، بينما في نقط به زوج واحد فقط، هنقول له في السنجاب أو في اليربوع أو في الفأر. عندك بعد كده رقم ب، يجي يقول لك ما المقصود بكل من واحد المادة؟ المادة هي كل ما له كتلة وحجم، أو كل ما له كتلة ويشغل حيزة من الفراغ. عندي تاني حاجة، الانصهار. الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. عندي رقم تلاتة، العدد الذري. العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة، أو له تعريف تاني هو عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة. عندي بعد كده رقم جيم، أكتب الرمز الكيميائي لكل من الأكسجين رمزه O، الفضة AG، البوتاسيوم K. عندي بعد كده رقم اتنين، يجي يقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. استطالة الأطراف الأمامية للخفاش لأداء وظيفة التسلق، صح. رقم اتنين، عند تسخين الهواء تقل كثافته فيرتفع إلى أعلى، لما الهواء بيسخن بتقل كثافته ويطلع لفوق، صح. رقم تلاتة، تتحرك جزيئات المادة الصلبة حركة اهتزازية بسيطة، اهتزازية في موضعها، صح. رقم أربعة، يتميز الأسد بوجود أنياب وقواطع ودروس. طبعا هي هتبقى غلط، لأن هي هتبقى أنياب مدببة ودروس بانت أتحد، تمام. طيب عندي بعد كده رقم خمسة، تستخدم سبيكة النيكل كروم في صناعة الحلي. سبيكة النيكل كروم تستخدم في صناعة الحلي، غلط، هي سبيكة الذهب والنحاس. وممكن نعكس، نسيب سبيكة النيكل كروم ونقول له هنا صناعة ملفات التسخين. عندي بعد كده رقم ستة، جزيئات المادة الواحدة مختلفة عن بعضها. جزيئات المادة الواحدة لا، متماثلة مش مختلفة، تمام. طيب يبقى غلط. عندي بعد كده رقم ب، علل لما يأتي، يحفظ الصوديوم في المعمل تحت سطح الكيروسين، هنقول لمنع تفاعله مع أكسجين الهواء الرطب. عندي بعد كده رقم اتنين، تصنع مقابض أواني الطهي من الخشب، لأنه رديء التوصيل للحرارة. رقم تلاتة، ينتهي قدم الجمل بخف عريض مفلطح سميك ليتمكن من المشي على رمال الصحراء الساخنة وعدم الغوص فيها. عندي بعد كده رقم ج، أذكر تحولات الطاقة في المصباح الكهربي. المصباح هنقوله بيحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية وحرارية. الخلايا الشمسية بتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده أكتب المصطلح العلمي. رقم واحد، وحدة أساسية لتصنيف الكائنات الحية هي النوع. رقم اتنين، نباتات أرضية صغيرة تتكاثر بتكون الجراثيم، ديت الصراخس. رقم تلاتة، ناتج اتحاد ذرتين أو أكثر العناصر مختلفة بنسبة وزنية ثابتة. طالما قال لك ذرتين او اكثر العناصر مختلفة يبقى ده على طول المركب. رقم اربعة، محاكاة بعض الكائنات الحية للظروف الطبيعية السائدة في البيئة، ده تعريف المماتنة. عندي بعد كده رقم ب، يجي يقول لي الشكل المقابل يمثل رسم تخطيط للتوزيع الالكتروني لذرة احد العناصر، عدد الجسيمات المتعادلة في نواتها 12 جسيم. بص كده معايا بالراحة، هي عدد الجسيمات المتعادلة اللي هو يقصد هنا النيترونات. بيقول لك احسب العدد الذري بالراحه كده، هما دول كام مستوى؟ كي ال ام، دول ثلاث مستويات يا مستر، والمستوى الاخير مديني في قلبه ان هو في قلبه الكترون واحد قدامنا اهو، يبقى اوتوماتيك اللي بياخد كام؟ اللي بياخد 8، وكي هياخد كام؟ بياخد 2، يبقى 2 زائد 8 10، و1 11. يبقى هنا العدد الذري هيساوي 11، لان العدد الذري هو نفسه عدد البروتونات الموجبه، هو نفسه عدد الالكترونات السالبه. يبقى بص كده معايا، انت متخيلها معايا؟ اعتبر ان هي مش في شكل دوائر، لان التوزيع انت هتبقى تاخد في الترم التاني الروابط التساهمية، ممكن نعمل مستويات الطاقة في شكل دوائر زي ما احنا شايفين. فانت في عندك ثلاث مستويات، النواة اهي، النواة قدامي اهي، وحواليها ثلاث مستويات كي وال وام، تمام.
ام هنا اللي هو المدار الاخير، بص كده عامل لك فيه دايره واحده اهو، يعني معناها ان هنا في الكترون واحد. اوتوماتيك اللي بياخد كام؟ اللي بياخد 8. اوتوماتيك المستوى كي بياخد كام؟ بيتشبع ب2، نجمع دول 2 و8 10 و1 11. يبقى هنا عدد البروتونات الموجبه في النواه هيبقى كام؟ 11. طيب وهو هنا بيقول لي الجسيمات المتعادله اللي هي النيترونات، بيقول لي 12. يبقى هنا النيترونات اللي هي زائد وناقص مع بعض كده بيساوي 12. هو هنا مش انت عندك العدد الذري هو نفسه عدد البروتونات الموجبه؟ اه، عدد البروتونات الموجبه 11، وعدد الالكترونات السالبه برضه 11، والعدد الذري يبقى كام؟ يبقى برضه 11 يا مستر. يبقى اذا عدد الذري هنقول له بيساوي 11. طب العدد الكتلي، العدد الكتلي هو مجموع البروتونات والنيترونات اللي داخل النواه. نجمع البروتونات والنيترونات، 11 و12 كام؟ يديني 23. يبقى العدد الكتلي عامل 23. طيب ما هو المسؤول، ما هو المستوى الاعلى في الطاقه في اكبر الذرات؟ اعلى مستوى في الطاقه في اكبر الذرات هو المستوى ايه؟ هنقول له كيو، لانه ابعدهم عن النواه. ابعدهم عن ايه؟ النواه. كل ما بعد المستوى عن النواه بتزيد طاقته. طيب عندي بعد كده صوب ما تحته خط، يجي يقول لك يمكن التمييز بين السكر والملح عن طريق اللون. لا طبعا، السكر والملح نميز ما بينهم عن طريق الطعم. رقم 2، عدد الارجل المفصليه بالجراد، 8 ارجل. هو الجراد ده نوعه ايه؟ حشرات. يبقى على طول وانت مغمض عدد الارجل فيه هنقول له 6 ارجل، اللي هم 3 ازواج يعني. طيب عندك بعد كده رقم 3، الفحم مور الطاقه دائم. لا، مور الطاقه دائم هنقول له عندك الشمس مور الطاقه دائم، تمام. طيب عندي بعد كده رقم 4. طيب رقم 4، اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، يتكون جزيئ النشادر من. هو جزيئ النشادر يا مستر اللي هو رمزه NH3، يعني 3 ذرات هيدروجين وذرة نيتروجين. يبقى إذا جزيئ النشادر بيتكون من إيه؟ هنقول له 4 ذرات، لأن في عندي 3 هيدروجين وواحدة نيتروجين، يبقى كده 4. عندي بعد كده رقم 2، جسم كتلته 50 جرام وحجمه 2 سنتيمتر مكعب، تكون كثافته 0 جرام. انت عندك الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، اقسم الكتلة على الحجم. الكتلة عندي 50 اقسمها على 2 يديك 25، يبقى اذا الكثافة تبقى 25. عندي بعد كده رقم 3، من النباتات ذات الفلقتين، الذرة ولا القمح ولا الفول؟ طبعا هو نبات الفول. عندي بعد كده رقم 4، التكيف في مجاديف الحوت، تكيف تركيبي لانه في الاجزاء الخارجيه من الجسم. عندي بعد كده رقم 5، العنصر السائل هو الزئبق ولا الماء ولا الفلور؟ طبعا الزئبق هو العنصر السائل الوحيد اللي بيتكون من ذره واحده. رقم 6، تنتقل الحراره في المواد الصلبه عن طريق المواد الصلبه، على طول انت مغمض هتقول له التوصيل. رقم 7، يستخدم غاز نقط في ملء بالونات الاحتفالات، غاز الهيليوم. عندي بعد كده رقم ب، يجي يقول لك جسم وزنه 20 نيوتن وعلى ارتفاع 5 متر والطاقة الميكانيكية له 200 جول، احسب طاقة الوضع. بالراحة كده نلخص المسألة بتاعتنا دي واحدة واحدة. أول حاجة يا مستر هو مديهالي، بيقول لك مديك الوزن، مديك ايه؟ الوزن. يبقى بيقول لي جسم وزنه يبقى واو بتساوي 20 نيوتن، 20 ايه نيوتن، تمام. على ارتفاع مديني فيه، فيه بكام؟ مديهالي ب5 متر. الطاقة الميكانيكية اللي هي تهميم مديهالي بكام؟ ب200 جول. طب تمام قوي كده، هو عايز طاقة الوضع. انت عندك طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع، الوزن فين؟ في الارتفاع. يبقى نكتب قانون طاقة الوضع، طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. يبقى طه واو بتساوي الوزن بكام يا مستر؟ اهو 20 في قبلتني بحطها زي ما هي، الارتفاع بكام؟ اهو 5. يبقى الخمسة في صفر بصفر، والخمسة في اتنين بعشر، يبقى كده 100 جول. طب كده جبت طاقة الوضع، هو عايز ايه كمان؟ عايز طاقة الحركة. نجيب طاقة الحركة ازاي يا مستر؟ هنجيبها من قانون الطاقة الميكانيكية، لأنه في المسألة مديني الطاقة الميكانيكية. وأنا لو جيت أعوض في قانون طاقة الحركة بس كده، طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة، لا هو مديني لا كتلة ولا سرعة. فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح جايبين بقى كاتبين الطاقة، طاقة الحركة هتساوي الطاقة الميكانيكية ناقص طاقة الوضع. يبقى طاقة الحركة بتساوي الطاقة الميكانيكية، ومداني بكام في المسألة؟ الطاقة الميكانيكية هنا ملخصها ب200، يبقى اذا 200 ناقص قابلتني، ناقص قابلتني احطها زي ما هي. طاقة الوضع بكام اللي لسه مطلعها؟ هي طاقة الوضع هنا طلعت ب100 يا مصر، يبقى 100. 200 ناقص 100 هيديني 100، وحدة قياس الطاقة جول. يبقى هنا طاقة الحركة ب100 وطاقة الوضع ب100. طيب نكمل مع بعض، ماذا يحدث لو ثبت فريزر الثلاجة في أسفلها؟ هنقوله لم يتم تبريد الثلاجة بالكامل ولكن يبرد الجزء السفلي فقط منها. رقم 2، أصبح منقار أبو إردان قصير وعريض. لو منقار أبو إردان أصبح قصير وعريض هنقوله يتغير نوع الطعام الذي يتناوله ولم يستطيع التقاط الديدان والقواقع.
رقم 3، تم فتح زجاجة عتر في غرفة، هنقوله تتجزأ مادة العتر إلى دقائق صغيرة وتتحرك حركة عشوائية في جميع الاتجاهات في أرجاء الغرفة محتفظة بخواص العتر. طيب هنقف لحد هنا عشان ما نطولش وقت الفيديو. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد نرفعه. كان معكم مستر إبراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.